المحافظ صلاح الدين يتابع في ساعات الدوام الأولى عمل الدوائر ويوجه باعتبار خدمة المواطن أولوية استثنائية. أهالي صلاح الدين يعدون تحديث المسؤوليات الإدارية انطلاقة مهمة لتحسين الأداء الحكومي والاستفادة من خبرة الكفاءات. رئيس وزراء العراق مؤجل إلى الأسبوع المقبل، ودعوات لاختيار شخصية من عراقية الداخل وبلا جنسية مزدوجة. المحكمة الاتحادية ترد الطعن بحل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وعملية عسكرية لتجفيف منابع الإرهاب مع حدود صلاح الدين.